السلام عليكم. types of host، ايه انواع الهوست؟ اول نوع final or definitive host، ده الهوست اللي بيبقى هربر يقوي الادلت ستيج بتاع البارازايت، او الهوست اللي بيحصل جواه sexual reproduction of parasite زي اغلب الاحيان بيبقى الهيومن. الانترميديت هوست اللي هو العائل الوسيط، ده بيهربر الاماتيور او اللارفر ستيج بتاع البارازايت مش الادلت ستيج، او الهوست اللي بيحصل جواه الاسيكشوال ريبرودكشن اوف بارازايت. اكزامبل زي السنيل بيأكت از انترميديت هوست لبعض البارازايتس. ريسيرفوار هوست، ده لازم يكون انيمال بيهربر الادلت بارازايت. يعني انا لو عندي هيومن وعندي انيمال والاثنين جواهم الادلت ستيج بتاع البارازايت، بسمي الهيومن هنا ديفينيتيف هوست وبسمي الانيمال ريسيرفوار هوست. في الحاله دي بيبقى الانيمال ده بوتنشال ستور للانفكشن. باراتينيك هوست، يعني ايه باراتينيك هوست؟ ده بيبقى انيمال بيهربر البارازايت في اريستد ستيت. يعني سي مثلا ان في ستيج معينه من البارازايت دخلت جوه جسم الانيمال ده، هتفضل جواه نفس الستيج بدون تحول لستيج تانية. الاكزامبل اللي عندي انا فيه دودة عندي اسمها الضيفة البصرية مليطة، الطول المعدي بتاعها اللي هو البليروسوركويد لارفا، ده الطبيعي جدا ان هو بيبقى جوه السمول فيش، والانسان بيتعدي ان هو ياكل السمول فيش اندر كوكت، والبليروسوركويد لارفا تدخل جوه جسم الانسان وتتحول لادلت عشان تكمل اللايف سايكل. طيب ممكن يحصل حاجة تاني، ان السمول فيش في البحر بتتاكل باللارج فيش، واللارج فيش بيدخل جواه اللي هو البليروسوركويد لارفا اللي كانت جوه السمول فيش، وهتفضل في اريستد ستيت. يعني تفضل البليروسوركويد لارفا في اللارج فيش في اريستد ستيت بدون اي تحول لحد ما الانسان يتعدي ان هو ياكل اللارج فيش اندر كوكت. فهنا بسمي اللارج فيش باراتينيك هوست. اخر نوع من الهوست اللي هو الفيكتور، ده لازم يكون ارثروبود، حشره بترانسميت البارازايت للهوست بتاعها زي الموسكيتو، الناموس. Thank you.